أو بصوا حتى على العبوة، بصوا هو بيتفرفت على العبوة ما بيثبتش اهو. هل في دقيق كده؟ يعني اهو في دقيق كده، يعني حتى لو هنا الدقيق هيعلم هنا اهو، يعني انا هاتله العبوة كلها مثلا، مش الدقيق بي 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 اهو. والله اندلق مني كمان. يلا والله لا اجيب الكاميرا، والله لا اجيب الكاميرا واوريها لكم. ثواني اوريكم بس، ثواني اهي. اهي يعني هي داخلة تشتم، هي واحدة مهزقة يعني ملقتش حد يربيها. انا مش عارف اقول ايه والله. اهو هل ده دقيق؟ ده رملة. في استاذة بتسألني، هنجيب الموضوع من اول، يعني في استاذة بتسألني هل الرمل بتاع البحر رمل طبيعي ولا رمل صناعي ولا الرمل بتاع البناء. انا قلت لها في عندنا بلد اسمها مرسى مطروح تقريبا عندها رمل حلو قوي، وانا ما اعرفش النوع اللي جالي ده، انا شاريه برضو والله، والله ما اعرفش منين. واحده دخلت تشتمني وقالت كلام ما ينفعش تتقال، بتقول لي انت كذاب وانت ده دقيق، بس شتمت باسلوب وحش، ومهما كانت الشتيمه ما تنفعش تطلع من بنت او ست عموما. فبنوضح ان ده رمله اهو. بهدلنا المكان، يلا مش مهم. هنعمل ايه بقى في الشخصيات اللي زي كده؟ المشكلة انها بنت او ست، ما واحد ما يعرفش بقى. والله العظيم رمل، يعني انا اجيب دي واعبيه وابيعه للناس. يا سبحان الله. لا مش للدرجه يعني يا جماعه والله، يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني انا لو بقدم محتوى اسفاف وبقدم اغاني وبقدم رقص ومهرجانات او تيك توك او الحاجات الهلس الواحد والمسخره اللي بيشوفها دي، هتلاقيها بتدخل تسقف، والله العظيم تلاقيها داخله تسقف. انما الواحد يقدم محتوى تعليمي تلاقيه بيتشتم، انت ما تعرفش، انت احنا ماشيين هنا بالعكس. الوان الاكريليك تنفع للريزم بس هتكون تقيله شويه على ماده الريزم بتاعتك، ما انصحش بيها، بس هي تنفع ومعلومه مهمه نركز فيها. جميع الالوان تنفع في الريزم، جميع الالوان، اي الوان عندك تنفع بقى، تمام؟ بس في اللي هتلاقيه حلو وفي اللي هتلاقيه وحش، في اللي هيعجبك وفي مش اللي مش هيعجبك. من ضمن الالوان اللي مش هتعجبك الوان الاكريليك، هتحس انها تقيله في الريزم. ربنا يخليكي والله يا استاذه منى، تحت امرك والله. انا مش هجبر حد ان هو يعمل لي لايك. انا اخر حاجه افكر فيها اللايك والشير طب انا عامل القناه بقالي سنتين ثلاثه واحنا داخلين على 180 الف، والله العظيم انا ما عارف هم جم ازاي، ده بتاعت ربنا. ولا في مره عملت اعلان ممول، والله العظيم ولا مره عملت اعلان ممول ولا في دماغي الكلام ده كله، هي بتاعت ربنا. انا بقدم محتوى تعليمي، اه انا بستفاد من القناه، بس الفكره كلها ان انا الحمد لله الحمد لله بقدم محتوى تعليمي، ده اللي فارق معايا. انا لو بقدم محتوى اسفاف انا هقفل القناه. كفر الموبايل بيتعمل ازاي؟ ده الموبايل بتاعي اهوت، طبعا انا بصور بموبايل تاني وده الموبايل بتاعي. الموبايل ده ليه فيديو على القناه، هتلاقي فيديوهين، اكتبي طريقه عمل جراب من الرزان، ازاي الزق قطعه ريزن على معدن بايبوكسي سريع التصلب. ايبوكسي سريع التصلب، ادخلي جوجل اكتبي ايبوكسي سريع التصلب، هيظهر لك ال ايبوكسي سريع التصلب. شوفيه، هو ايبوكسي برضو بتخلطيه بنسبته 1:1 وبتلزقي بيه، او اللزق بتاع الصاروخ، وعلى حسب برضو هتلزقي ايه في ايه تفرق. الرمل بهدل الدنيا. يلا